في مواجهة ما يشهده لبنان من سجالات ونقاشات سياسية على خلفية الملفات الداخلية العالقة وتأثرها بالتطورات التغييرية في بعض الدول العربية، رأت الأمانة العامة لقوى 14 أذار أن العودة إلى الدستور اللبناني والقوانين المنبثقة منه والتمسك باتفاق الطائف كمرجعية ميثاقية وطنية الضمانة الوحيدة للاستقرار ولقيام الدولة ومؤسساتها. إن اتفاق الطائف الذي عطلته الوصاية السورية على مدى 15 عاما والذي يعطله اليوم سلاح حزب الله غير الشرعي يشكل نموذجا بديلا للمرجعيات الشمولية تحتذي به الأنظمة التي يولدها الربيع العربي في صياغة أسس العيش الواحد بين نسيج شعوبها. ولمناسبة تولي لبنان الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، رأى المجتمعون أن على رئيسي الجمهورية ميشيل سليمان والحكومة نجيب ميقاتي ومعهما مجلس الوزراء الانتقال من مرحلة الكلام والوعود في مسألة الالتزام بقرارات مجلس الأمن إلى مرحلة التنفيذ العملي. كما بالنسبة للقرار 1701 لا سيما في الشق المتعلق بالانتشار المسلح غير الشرعي ودخول الأسلحة إلى لبنان والسياسات الانتقائية في التعاطي مع القرارات المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان تشكل مناورات مسيئة إلى صدقية لبنان. ونوهت الأمانة العامة بدعوة رئيس البرلمان العربي إلى تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية والبحث في نقل مقر البرلمان من دمشق إلى عاصمة عربية أخرى، وردا على سؤال حول مواقف البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي الأخيرة، أكد النائب السابق مصطفى علوش تأييده لحوار جدي مع غبطته ومع مراجع البطريركية لتصويب الأمور، لأننا نرى أن هذه المواقف فيها الكثير من البعد عن الثوابت التاريخية لموقف البطريركية الوطنية المارونية كما قال.